السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بألف خير. مرحبا بكم على القناه ديالي كما العاده، وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم. فيديو اليوم غادي نبارطاجي معكم مايونيز سهل ضروري ما يصدق لكم البنات، الطريقه جد سهله، والمايونيز اصلا ما فيش بزاف ديال المقادير. تبعوا معايا غير الطريقه اللي كندير، كاين طرق متعدده ولكن هذه من بين الطرق اللي كتخرج لكم المايونيز ما يمكنش ما يصدقش لكم البنات. ان شاء الله تجربوها وتخليوا ليا لي غوتور ديالكم في التعاليق. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا الخل جوج معالق كبار، كنحتاجوا كاس ديال الزيت نباتيه، كنحتاجوا تقريبا نصف ملعقه صغيره ديال الموطارد، الملح حسب الذوق، وبيضه بدرجه حراره المطبخ. وانا كنستعمل هذا النوع ديال الضراب لانه كيطلعوا بالزربه. دونك ندوزوا للطريقه. دونك بالنسبه للمايونيز غادي ناخذ البيضه، غادي نضيف الملح والمطارد، غادي نضيف الزيت، ثم الخل، الخل جوج معالق كبار تقريبا، وصافي غادي نضربو. بسم الله، هانتوما كما كتشوفوا معايا البنات الطريقه جد سهله وكيتحضر بسرعه، مجرد انكم كتبداو تخدموا الخلاط حتى في كيعقد لكم. كما كتشوفوا كيجي عاقد، ممكن تنسموه بلا سيبوليت باش ما بغيتو، مي لا باز هي هادي. الملح كذلك على حسب الذوق. كنتمنى انكم تجربوا هاد لا غوسيت، بزاف د الاخوات ضروري ما غيكونوا كيعرفوا يديروا لا مايونيز، مي الاخوات اللي ما كيعرفوش هادي اسهل طريقه، ماشي ما كيعرفوش ما كيطلعش ليهم المايونيز. كنتمنى انهم يجربوها ويردوا عليا الاخبار. Thank you.
كنشكركم على المتابعة وكنقول لكم إلى الفيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم.